حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، واهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتب في الصحف العراقيه والدوليه بعد اهم العناوين. نبدا من العربي الجديد. سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي. في موقع الترا عراق، قوى السلطه تخسر اخر ادواتها والاحتجاجات تمتزج بطقوس عاشوراء. في صحيفة عربي 21، العنصرية في أمريكا مميتة أكثر من فيروس كورونا. وفي العربي اللندنية، حزب الله يستغل كلام ماكرو لطرح المثالثة في لبنان. نطالع من القدس العربي، إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 6 ملايين حالة. عنونت الجارديان، اليونان تستخدم سيارة سياسة هجرة قاتلة وأوروبا ملومة. وفي أوبزيرفر، بايدن يواجه حملة شرسة من ترامب وعليه تحطيمها. منذ عودته من واشنطن وتوقيع اتفاقيات فيها، لم ينفك رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن الحديث عن الانتخابات النيابية المبكرة وعن استعدادات حكومته لإنجاحها، إلى درجة أصبحت كلمة الانتخابات الخاتمة لكل حديث يدلي به أو لقاء يحضره أو زيارة يقوم بها. ويبدو أن الكاظمي قد وجد ضالته في هذه الحيلة لمداراة عجزه وإخفاقه في تحقيق أي من وعوده الوردية، خصوصا فيما يتعلق بالحد من النفوذ الإيراني وإنهاء دور الميليشيات وحصر سلاحها بيد الدولة أو توفير الخدمات أو تحقيق الأمن والاستقرار. زد على ذلك تراجعه بفتح ملفات الفساد وتقديم الفاسدين إلى المحاكم وإلغاء المحاصصة الطائفية وتقديم حلول للأزمة الاقتصادية. هذا ما جاء في مقال للكاتب عون القلمشي في صحيفة العربي الجديد. أصل الحكاية يكمن في افتضاح جميع مبررات الولايات المتحدة لاحتلال العراق، ومنها كذبات أسلحة الدمار الشامل أو علاقة الراحل صدام حسين بتفجيرات 11 من أيلول، الأمر الذي اضطر رئيس الولايات المتحدة آنذاك جورج بوش الابن إلى ترويج حملة إعلامية عملاقة مفادها أن أمريكا ستبني نظاما ديمقراطيا في العراق من خلال الانتخابات الحرة وتصوير هذه الكذبة إنجازاً سياسياً واجتماعياً متميزاً ونقلة نوعية فريدة على طريق إقامة مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية قاعدة لإقامة صرح العراق الجديد، ظناً منه أن ذلك سيقنع العراقيين بغض النظر عن جريمة الاحتلال والتخلي عن مقاومته وقبول ما تدعى العملية السياسية لما للديمقراطية والانتخابات من تأثير سحري في نفوس العراقيين لحرمانهم منها عقوداً طويلة. لكن ما حدث أن بوش اصطدم بشعب عريق تمتد حضارته إلى آلاف السنين وقادر على تمييز الديمقراطية التي يأتي بها المحتل والديمقراطية المنبثقة منه، خصوصاً أن نتائج النظام الديمقراطي قد أفرزت فوز نواب لا علاقة لهم بصناديق الاقتراع ولا بأصوات الناخبين، وإنما حددت نتائجها مسبقاً على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية، بحيث يكون منصب رئيس الوزراء للشيعة ورئيس البرلمان للسنة، في حين أصبح منصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد. وباختصار وبحسب رأي الكاتب، فإن الانتخابات المقبلة في ظل حكومة الكاظمي هي نتاج لعملية سياسية نفسها لن تكون قطعا سوى نسخة طبق الأصل من الانتخابات التي سبقتها مهما زوقت أو جملت بمساحيق العالم كله، والمشاركة فيها اعتراف بمشروعية هذه العملية السياسية وإعطاء الحق للوجوه التي ستفوز حتما بمواصلة سرقة العراق وقتله وتجريفه شعبا
شعبا وهوية من جهة، وخدمة لمشروع الاحتلال وتكريس عقودا طويلة من جهة أخرى. نعم، ومن دون تردد إن بين المواطنين العراقيين المحرومين المنهوبين المقموعين وبين أحزاب السلطة والبرلمان والميليشيات شرخا عميقا لا أمل في لحامه، لا اليوم ولا غدا ولا حتى بعد سنين إلا بمعجزة. وزمن المعجزات قد انتهى في العصر الحديث الذي أصبحت فيه الشعوب لا تصنع العجائب بالعضلات والشعارات وتجارة الرقيق والخرافة، ولا بهمجية السلاح والاغتيال والاحتيال، بل بالعلم والتكنولوجيا وبثقافة التعايش السلمي بين الحكومات والشعوب وبين الشعوب والشعوب، وبأخلاق عصر السفن الفضائية التي تتجول بين النجوم. نحن في العراق ما زال بيننا وبينها سفر طويل. هذا ما جاء في مقال الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. أما الجماهير التي تعيش في أحلامها وتنتظر رئيس وزرائها مصطفى الكاظمي ليهبها الحرية والكرامة ولقمة العيش، ظنا منها بأنه قادر على أن يفعل ما لم يفعله أحد قبله، فهي واهمة. فقواته المسلحة التي تعد بمئات الآلاف ليست بإمرته، بل هي بإمرة خصومه الذين يقاتلونه بملابس الحكومة وسلاحها ومركباتها. ولأن المقدمات تصنع نتائج، فإن أي نظام يعود بالمجتمع إلى الوراء عشرات السنين ويستنهض الفكر الظلامي المتخلف والعصبيات القبلية والنزعات الطائفية والعنصرية المتطرفة ويعاد التحضر والتقدم والتطور، لا بد أن يصل عاجلا أم آجلا إلى واحدة من حالين: إما أن يعتاد زعماء النظام الأقوياء على واقع الاحتراب المصلحي فيما بينهم وبينهم وبين جماهير شعبهم، فتصبح الفوضى والفساد وانعدام الثقة طبيعة ثابتة ودائمة، ثم يتعايش معها المجتمع العراقي ويعتاد عليها المجتمع الدولي، أو أن تتمخض المعاناة الشعبية الضاغطة عن إرادة وطنية واعية قادرة على توليد جبهة ديمقراطية فاعلة تجبر الخارج على احترامها وتأييدها ودعمها، فتسقط مافيات السياسيين المنحرفين الحاليين الذين اختطفوا الوطن في غفلة، وبرعاية الغاز الأمريكي الجاهل بطبيعة المجتمع العراقي وتعقيدات محيطه الإقليمي المعقد. وأضاف الكاتب: الشعب لابد أن يجعل المعركة الفاصلة بين الصفوة الطيبة الشجاعة من أبناء الأجيال العراقية الجديدة ومع الحكومة الفاسدة، لابد من خوضها حتى النهاية مع الجلادين، فإما الوطن وأهله وإما أعداؤه هؤلاء، ولا بقاء لكليهما معا على قيد الحياة وعلى أرض واحدة. من التنويم إلى التثوير، الطائفية تفقد عقاقير الشعائر. هذا عنوان لمقال للكاتب زيا وليد نشره موقع ألترا عراق. جاء فيه: كانت أجواء محرم هذا العام مختلفة بشكل لا يقبل الشك، وقد تداخلت طقوس الزيارة الدينية والتي قلنا سلفا إنها لم تخلو من السياسة في التأريخ مع مبادئ انتفاضة تشرين ومطالبها. فلنتابع تفاصيل هذا المقال. أدرك العديد من المواطنين أن التذرع بالوضع الأمني لا يعذر الحكومات من أداء أبسط واجباتها تجاه شعبها، بل إن الفساد الهائل الجلي وغياب استراتيجية الدولة بأبسط صورها أدى إلى انهيار البنى التحتية وزيادة نسبة الفقر والبطالة وتفشي ظواهر التخلف والانحلال في المجتمع. اعتقد بعض الناس أن ظاهرة ممارسة الشعائر ذاتها بهذا الإقبال ستنخفض تدريجياً وربما تتلاشى، لكن ما حصل كان مغايراً على نحو واسع. رفرفت رايات الأئمة إلى جانب علم العراق بأيدي المنتفضين في الأول من تشرين، وهتفوا بشعارات تذكر بثورة الحسين رفقة شعاراتهم الوطنية في معركتهم ضد الفاسدين الذين لطالما تشدقوا بشعارات معركة الطف وأججوا الفتن وزرعوا الأحقاد والتفرقة وأفسدوا وخربوا وقتلوا باسم الشعائر الدينية.
رغم ما جرى، وقد وثقت عدسات المتظاهرين والناشطين ووسائل الإعلام كل ما ذكرناه أعلاه وأكثر، إلا أن بعض القوى السياسية لم تقصر في إلصاق شتى التهم بالمحتجين، ولم تكتفي باتهامات العمالة والتمويل الخارجي والتخريب كما جرت العادة في بلداننا العربية، بل شككت بإيمان الشباب الديني وحملتهم مسؤولية التآمر ليس على العراق فحسب بل على المذهب ذاته. ومرة أخرى جاءت رياح تشرين بما لا تشتهي سفن الأحزاب التي تعتمد اعتمادا شبه كليا على الطائفية واستغلال مشاعر الناس وإيمانهم، واقتحم المحتجون بوصفهم محتجين طقوس وشعائر شهر محرم وذكرى عاشوراء، وارتفعت صور شهداء الانتفاضة في المراقد الدينية مع شعارات تندد بحكم الفساد والطائفية والتبعية وتمجد ثورة الحسين وتؤكد انتسابها لنهجه. أضاف الكاتب: لم تعد هذه الشعائر ملكا باسم ممثليها السياسيين الذين جاءوا بعد الاحتلال، لقد فقدوا هذا الامتياز. هذه هي بداية خسارة الأحزاب لمادة تنويمية استخدمتها كعقاقير تخدير في مجتمعها للسيطرة عليه ومنعه من الاعتراض الفعلي على الفساد والقتل ورهن مقدرات البلد للخارج. إذا كان الإعلام عموماً يمثل الجهاز العصبي في نقل وانتشار المعلومة إقليمياً وعالمياً، فإن الإعلام العلمي يمثل العقل في الجهاز العصبي لنقل المعلومات، نظراً لأهمية المعلومة لدى القارئ والمستمع في تشكيل وعيه وثقافته وإشاعة المنهج العلمي في التفكير والإبداع، وبالتالي القدرة على مواجهة الأزمات والمشكلات بفاعلية أكثر، وهو أمر أصبح في الدول المتقدمة ثقافة شائعة بين الجمهور ووظيفة مهمة لوسائل الإعلام في نشر الثقافة العلمية والتكنولوجيا. هذا ما جاء في مقال للكاتب ياس خضر البياتي بشأن الإعلام العلمي، فلنتابع. عربياً، وحسب الإحصائيات الأخيرة يكفي أن نعلم أن عدد المجلات العلمية الجادة التي يتم توزيعها في الوطن العربي بهدف التثقيف العلمي لا يتجاوز 15 مجلة ورقية، وأن عدد المواقع الإلكترونية العربية التي تهدف للتثقيف العلمي لا يتجاوز 40 موقعاً، مما يعني وجود مشكلة كبيرة في الناحية الكمية، بالإضافة للمشكلة النوعية في كفاءة المحرر العلمي، كما أن وسائل الإعلام العربية جعلت شرائح كثيرة من المجتمع تهتم بمتابعة أخبار اللاعبين ومتابعة أخبار الفنانين من خلال حجم تغطية الأحداث الرياضية والفنية، وهو يفوق بمراحل حجم تغطية الأنشطة الأخرى بما فيها الأنشطة العلمية، وهو دليل على سطوة وسائل الإعلام وقدرتها على توجيه الجماهير والتحكم في رغباتها. ينبغي الاعتراف أيضاً بأن هذا الإعلام العلمي ما زال يفتقد الكثير من خصائصه كعلم وحرفة، إضافة إلى وجوده في بيئة علمية طاردة للعلم وبيئة إعلامية لا تجيد توصيل الرسالة العلمية بشكلها المبسط والمشوق، لأن طبيعة المعلومة العلمية تكون خطيرة عندما تنتقل من المتخصص إلى العامة، وهذا يتطلب حنكة وخبرة إعلامية كبيرة من خلال تسلح الإعلامي بذخيرة علمية واسعة النطاق ليتسنى له التعبير الدقيق عن الحدث العلمي بعيداً عن العشوائية الإعلامية التي قد تؤدي إلى بلبلة شعبية تؤرق الشارع تماماً، كما حدث مع انتشار الأمراض العالمية وأبرزها فيروس كورونا، حيث أثارت الرعب بين الجمهور بشكل واضح. عموما هناك نقص في الملاكات الإعلامية المتخصصة في مجال العلوم، وهناك ضعف في المهارة الإعلامية لإيصال المادة الإعلامية بشكل شائق، لأن مشكلة الإعلام العربي كما يرى بعضهم تتجسد في عدم قدرته على تقديم العلوم بشكل مبسط وشائق، فقد أسهم في خلق الغموض والملل وتكريسهما في مدارك المتلقي.
نشر موقع عربي 21 تقريرا جاء فيه: العنصرية في أمريكا مميتة أكثر من فيروس كورونا. وتضمنت هذه الورقة البحثية بيانات عن وفيات فيروس كورونا حتى 29 من شهر تموز يوليو الماضي، بحسب ما قالته إليزابيث ريجلي فلايد من قسم علم الاجتماع بجامعة مينيسوتا التي أجرت هذا البحث. وجاء فيه أن وفيات البيض في الولايات المتحدة بما في ذلك من فيروس كورونا لا تزال أقل بكثير من معدل وفيات السود. وجد البحث الجديد أنه من الناحية النظرية فإنه يجب على 400 ألف شخص من البيض أن يموتوا حتى يعادل أقل معدل وفيات مسجل على الإطلاق بين السود. ويشير البحث إلى أن هذا التقدير للوفيات الزائد هو عبارة عن 5.7 ضعف الوفيات المؤكدة من فيروس كورونا بين البيض حتى تاريخ 29 من تموز يوليو. وكتبت ريجلي فيلد في البحث: هذه التقديرات تشير إلى أنه حتى في جائحة كورونا فإن معدل وفيات البيض سيظل أقل من معدل وفيات السود المسجلة في الولايات المتحدة. وتابع: إذا كان معدل وفيات البيض أقل من 400 ألف في عام 2020 فإن جائحة فيروس كورونا على البيض ستكون تداعياتها أقل على معدل وفيات البيض من معدل الوفيات بسبب عدم المساواة العرقية للسود كل عام. في الواقع إن الأمريكيين السود يعانون من وفيات فيروس كورونا بشكل غير متناسب، ومن المؤكد أنها ستزيد مع اتساع فجوة الوفيات العرقية. أكد الكاتب أن هذا التقرير الموجز هو نداء آخر لأمريكا بأن بعض رعاياها يموتون بمعدل أعلى بشكل غير متناسب مع غيرهم. ومثل جميع الأمهات تحتاج أمريكا للتحرك فورا لإعالة رعاياها وحمايتهم. علق صحيفة أوبزيرفر على حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكاذبة، إذ قالت في افتتاحيتها أن الرئيس بنى قصرا من الأكاذيب والأمر بيد المرشح الديمقراطي جو بايدن لكي يسحقها. فلنتابع التفاصيل. ترى الصحيفة أن رجلا لديه خبرة في تلفزيون الواقع وحده القادر على القيام بهذه الرؤية المنحرفة، وأقنع نفسه وأنصاره أن مشاكل النظام والقانون التي أصبحت شعار حملة 2020 ليست من مسؤوليته ولم تتفاقم بسبب أجندته الانقسامية. لكن في عالم ترامب هذا الخداع منظم ويتم الهجوم فيه على كل شيء لا يعجبه أو لا يخدمه عبر التضليل وأنصاف الحقائق والتشهير والتشويه المستمر. بنى ترامب قصراً من الأكاذيب أصبح فيه السيء جيداً والأسود أبيض والحقائق مزيفة. ومن هذا الوضع الملفق يريد خداع الأمريكيين لانتخابه لأربعة أعوام أخرى. وعندما يقول إنه أقام أقوى اقتصاد في تاريخ أمريكا فهذا كلام غير صحيح رغم وجود من يؤمنون به. وعندما يقول إن ما فعله للأمريكيين الأفارقة هو أكثر مما فعله أبراهام لينكولن فإنها كذبة وقحة. وعندما يصف منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي ظل في التيار الوسط من السياسة بأنه يساري قديم سيخرب أمريكا فكلامه غريب، ولكنه يواصل الكذب حتى تصبح الكذبة حقيقة في حد ذاتها. لكن هذا الحجم من الكذب سيكشف عنه وحش كبير وهو كوفيد-19 الذي يقول إنه سيطر عليه وأصبح من الماضي. منذ حملته الانتخابية في عام 2016 عاش ترامب على التخريب والتدمير والاضطراب وتقديم نفسه بطريقة كاذبة بصفته متمردا جاء من الخارج ليقتلع النخب وليقصقص أجنحة المؤسسة وليجفف المستنقع في واشنطن. هل مللت من نفاد بطارية الهاتف في أوقات غير متوقعة والبحث دوما عن منفذ كهرباء قريب في الأماكن العامة؟ وهل تضطر دائما لحمل بطارية إضافية للبقايا على اتصال مع العالم؟ ربما لن تحتاج إلى كل ذلك قريبا،
فقد كشفت شركة أمريكية عن بطاريات تعمل لآلاف السنين، نعم لآلاف السنين من دون حاجة للشحن. ذكرت شركة أنديفي الأمريكية أن بطاريات الألماس النانوية والتي تعمل مولدا نوويا صغيرا تغذيها النفايات النووية تستطيع العمل للأبد، أو لنقل 28 ألف عام بلغة الأرقام. وتذكر هذه الشركة أن البطارية غير قابلة للنفاد أو العطب، ستكون أرخص ثمنا للسيارات الكهربائية من بطاريات اليوثيوم أيون الحالية. يعمل في هذه الشركة فريق في مجال تكنولوجيا النانو والعلوم النووية ومجالات الألماس، ولديهم خلفيات عسكرية وأكاديمية، مما مكن هذه الشركة من تطوير هذه البطارية التي ستغير شكل العالم. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.